انا احتاج اليوم ناس بزنس تفاوض للدول الاخرى. حكومتنا الرشيده ان عرفت مبادئ البزنس الحقيقي الربح والخساره. ليش السعوديه تسعى وشويه وليش احنا اليوم 3.5 ويا دوب؟ لانه السعوديه عندما الحرب العراقيه الايرانيه العراق غير قادر على تصدير نفطه، اخذت الحصه مالته وهذا صار حق مكتسب، كما اصبحت النفط مع الاردن هو حق مكتسب. يعني ما عندي ناس اليوم ترجع يعني لا لا بس اسمح لي يعني السعوديه اخذت حصه العراق بالتصدير وما رجعت لنا، اخذت العراق شنو أخذ شنو اللي اخذت الحصه مال العراق من اوبك ايه؟ كان يصدر اعتقد 1.8 مليون او مليونين الى شويه ايه؟ والعراق بسبب الحرب مع ايران ما قدر يصدر، اخذتها باقي لحد هاي اللحظه. لا حد اللحظه ما حد يحكي بيها وما حد يفاوض بيها زي. ولا عندي ناس تفهم قيمه البزنس الحقيقي اللي تقعد وتفاوض وتقول لهم يا عمي اللي اخذتوهن الواحد ونص الواحد ورجعوا لنا 500 الف برميل كافي ما عندنا مشكله. هذه من اللي يسويها استاذي؟ هذه ما يسويها سياسي ولا يسويها اداري بالدوله، هذه يسويها رجل ابو بزنس. احنا اذا نبقى نبعد رجال الاعمال الصادقين الحقيقيين الشرفاء اللي قلبهم على البلد وما ندخلهم في القضايا التفاوضات، نحن كحكومه لا نملك المهارات الحقيقيه في التفاوض وفي رسم السياسه الاقتصاديه.